الإمبراطور الأول في الصين تشن شي هوانغ عرف بإنجازاته التي أدخلته التاريخ من أوسع أبوابه، لكنه عرف أيضاً بخوفه الشديد من الموت الذي دفعه للقيام بإجراءات صارمة وغريبة في آن واحد، فأصبح هذا الخوف وصمة عار في تاريخه. فلنكتشف سوياً المزيد عن حياة هذا الإمبراطور. ينتمي هوانغ إلى سلالة العائلة الحاكمة تشن، وكان يبلغ من العمر 13 عاماً فقط عندما ورث عن أبيه المتوفى حكم إقطاعية صغيرة، لكن بسبب عمره الصغير انتقل الحكم مؤقتاً إلى مستشاره، إلى أن بلغ هوانغ سن 21، وطمح حينها لأن يصبح أكثر من مجرد حاكم لإقطاعية، فقرر أن يوحد الإقطاعيات المجاورة عبر الهجوم عليها، مستغلاً ضعفها العسكرية بسبب الحروب التي تخوضها ضد بعضها البعض منذ أكثر من 250 عاماً، وجعلها تحت إمرته، كما واستعبد جميع سكانها بمن فيهم الرجال الذين أخصاهم ليصبحوا خدماً له. وبعد حوالي 7 سنوات بالتحديد في عام 221 قبل الميلاد، أصبح هوانغ أول إمبراطور لأول دولة مركزية موحدة في تاريخ الصين، ووحد اللغة المكتوبة والمقاييس والعملة، واعتبر أول من مارس البيروقراطية، وهي تمجيد الحكام لدرجة الألوهية. واجه هوانغ أثناء حكمه محاولات عدة لاغتياله خططها مقربون له، من بينهم والدته التي أرادت أن يكون الحكم من نصيب أبنائها من عشيقها، إلا أن المحاولات باءت جميعها بالفشل، وقتل هوانغ عشيق أمه وأبنائهما ونفى والدته. استمرت سلسلة الاغتيالات الفاشلة بحق هوانغ، فأصبح لا يثق بأي شخص سوى نفسه، وتشكلت لديه فوبيا من الموت، فمنع حمل السلاح في حضرته مستثياً نفسه، وكان يأكل ويشرب وينام وهو قابض على سيفه، كما بات لا ينام بنفس المكان لليلتين متتاليتين، وأعدم كل من أفشى مكان نومه أو عارضه في الحكم أو حتى شكل تهديداً له، وأمر بحفر العشرات من الخنادق أسفل قصوره ليهرب في حال حدوث هجوم مباغت عليه، كما أمر بتشييد سور الصين العظيم حتى يحمي نفسه وبلاده من الأعداء. آمن هوانغ بوجود إكسير للحياة يجعل من يتناوله خالداً، وحتى يتمكن من إيجاده أمر أكثر من 400 عالم وطبيب بالبحث عن هذا الدواء، وعندما فشلوا حفر حفرة كبيرة ودفنهم فيها وهم أحياء. وقيل إن أحد معاونيه أخبره أن وحشاً في البحر يملك هذا الدواء وسيقتل الإمبراطور يوماً ما، فأمر هوانغ بقتل جميع الحيتان في البحار. بحسب المؤرخ الصيني سيما شيان، قال إن الإمبراطور وبينما هو على قيد الحياة أمر أكثر من 700,000 عامل لبناء مقبرة له بنفس طراز إمبراطوريته، تجاوزت مساحتها 95 كيلومتراً مربعاً، واحتوت على تماثيل طينية مصنوعة بغاية الدقة لأكثر من 8,000 جندي، حجمها مقارب لحجم الإنسان العادي، بالإضافة إلى تماثيل لأحصنة وبجع وغيرها من الحيوانات من شأنها حماية الإمبراطور في موته. كما حوت المقبرة التي اكتشفت عام 1974 بالقرب من مدينة شيان يانغ تماثيل لفرقة أوركسترا كاملة وكنوز أخرى لا زالت تكتشف حتى اليوم، ولقبت المقبرة بالأعجوبة 8 في العالم. وأخيراً مات هوانغ عن عمر 49 بينما كان في رحلة البحث عن إكسير الحياة، ويرجح أن سبب وفاته هو تناوله أدوية حوت مادة الزئبق السامة، ظناً منه أنها ستطيل من عمره إلا أنها أفنته. إذا أعجبك الفيديو وتود مشاهدة المزيد منه، لا تنسى أن تعمل فولو، سبسكرايب، لايك وتفعل الإشعارات.